من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه يتعين على إسرائيل ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين. وأضاف المتحدث أنه يجب التأكد من أن الأسر الفلسطينية يمكنها البقاء حيث تقيم منذ عقود، وألا تضطر إلى الرحيل عن منازل أجدادها خوفا على حياة أفرادها. وحذر متحدث وزارة الخارجية الألمانية من أن هناك دلائل على أن مثل هذا العنف آخذ في الارتفاع.